ألفينو إلا وهي تعانق الشباك تستقر في الشباك. هدف أقل ما يقال عنه رائع لبكر المدينة واحتفالية خاصة للعقرب. يا الله على التمريرة من مامادو اللمين، عدى مامادو، مر مامادو، عمل الأوفر وين 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 لبكر. أوبا يا زول يا زول يا فنان، نعم بكري بكري يغازل الشباك بهدف روعة روعة روعة، هدف ثالث للمريخ وثاني لبكر المدينة في هذه المباراة بعد مرور 5 دقائق لعب. المريخ يدون ثالث أهدافه في هذه المباراة. المباراة تبدأ وكأن في شكلها الهدوء، ولكن هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. تمشي عبد الرحمن، يلم كورته محمد، يمشي محمد، عايز توغل محمد، والدفاع الاكسبريس يستعيد محمد مره ثانيه بمهاره، يبحث عن زميل خطوات والمرور، مامادو مامادو يا زول يا زول يا زول يا فنان، روعه روعه روعه، شيء عجيب يا زول يا رهيب، يا الله على مامادو، الله على مامادو، حكايه وروايه يا ولد يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني، مامادو اللمين بحركه بلمسه بهمسه بغمزه، وين وين وين؟ في سقف المرمى، هدفا رابعا للمريخ. مامادو اللمين يسجل هدف، هدف جميل لمامادو، ينم عن مهارة ينم عن ذكاء، نعم عن لاعب مهاري ولاعب ذو إمكانيات. مامادو اللمين يدون رابع الأهداف في هذه المباراة. يا السلام، سلم أقدام مامادو تتكلم، هدف رابع للمريخ، نعم في أقدام الإيفواري السوداني مامادو اللمين. تعبت لرمضان، عاطف خالد يعكس كورة، مامادو الهدف ثالث، هدف مريخي ثالث لمامادو تراوري، يسجل اللاعب المالي الهدف الثالث للمريخ في الدقيقة الثانية من الزمن المحتسب من حكم اللقاء، دقيقتين وقت مبدد لحكم اللقاء الأمين الهادي، يسجل في خواتيم شوط اللقاء الثاني المالي الذي دفع به محمد موسى، ولقطة كانت معبرة جدا من الجهاز الفني للمريخ الذي صعد ووقف بأكمله وصفق لهذا اللاعب الذي سجل أول أهدافه مع المريخ في الدوري الممتاز. مامادو تراوري المالي، واللي عاد في أكثر من زاوية، ملعوبة الكرة، تسديدة قوية، جول الضربة الغابية تأتي مع خواتيم شوط المباراة الأول بتسديدة ياسر إيفواري، لم يقدر عليها عبد الله الزبير، كرة صعبة صعبة صعبة، هدف هلالي.